مرحبا، شلونكم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد، واليوم راح نسوي وصفة الطرشي بطريقة ما اعرف اذا يمكن تعرفوها او لا. بديت اجهز الاغراض وغليت المي، طبعا استعملت لترين مي، اللترين اللتر يعني بي 12 كوب مي. استعملت 2 من هذني لترين مي، لكل لتر راح اخلي كوبين خل تفاح اللي هو هذا، جبت من هذا apple cider vinegar، وراح استعمل apple juice، راح استعمل ايضا التوابل مال الطرشي، تقدرون تشتروهم من السوق او تجيبوهم تسووهم بالبيت بكيفكم. Today we're gonna make a recipe for Iraqi pickles. I have boiled 2 liters of water. I'm gonna use apple cider vinegar and I'm gonna use apple juice, fresh apple juice, and I'm gonna use spices made special for the pickles, Iraqi pickles. هاي غليت المي وراح ابدي اضيف المواد مالتي. راح اضيف الخل، هاي ضفت الخل، وراح اضيف الابل جوز. I added the vinegar and I'm gonna add the apple juice. الابل جوز خليت لتر واحد. I added 1 liter of apple juice. راح اضيف ملح، حاليا ما راح اضيف ملح واي لحد ما اذوق كل شيء، وبعدين واضيف التوابل. ملت الطرشي وراح اترك كل شيء يغلي سوا، وبعدين نرجع بالخطوة الثانية ونشوف ايش راح نسوي. راح اترك الخل والمي والسبايسز التوابل والملح والجوز كل شيء يغلي، ونرجع بالخطوة الثانية ونشوف ايش راح نسوي. تركت الخل والمي والابل جوز يغلي، ورجعت اشوفكم الفيجيتابل اللي سويناها. عندي جزر وقرنبيط، my vegetable it's carrot and cauliflower، ثوم عجم، فلفل هذا مو كلش حار يعني medium، الخيار I stuffed them with garlic and parsley، عندي celery، عندي شي يسموها هاي نسيت اسمها بالعربي beans، وبقت هاي عندي الحشوة مال الخيار كرفس وثوم، راح اضيفها ويا المكونات. طبعا اللي تريد تضيف لهانة ومن هالشغلات بكيفها، it's up to you، you can add whatever vegetable that you want but I'm happy with this. بس راح استعمل هذولا، وراح اقص السالري واخبطهم كلهم سوا، ونرجع بالخطوة اللي بعدها. هاي بديت اخلي الخضرة بالباكيت، طبعا صفطتهم بحيث كل ليفل خليت شكل خضرة شكل، وهي خليت الخيار. على هذا الشكل لحد ما نخلص كل شيء، ونرجع بالخطوة اللي بعدها اللي
نخلي الخل عليها. نرجع بالخطوة اللي بعدها ونشوف ايش راح نسوي. هاي بعد ما خلينا الخضرة مالتنا بالدبة وصفتناها بهالشكل هذا، راح نجيب الخل اللي غليناه مع خل التفاح والتوابل مال الطرشي، وراح نخليه وهو يغلي على الخضرة مالتنا. ما راح نسلق وراح نسوي شيء، وانما راح نخلي خليط الخل وخل التفاح وعصير التفاح والتوابل راح نخليه هو يغلي عليها. راح احتاج بعد مي مغلي، راح اغلي مي وارجع اخليها بالدبة، وبعدين راح اسدها واتركها 3 ايام ما افتحها، وبعدين نرجع نشوف الطرشي مالتنا شلون راح يطلع وشلون راح تكون النتيجة مالتها. هسه راح اغلي بعد مي حار، مو مي عادي ولا مي بارد، لازم تغلين مي وتخليه على الخلطة مالتج على الخضروات وتسدين الدبة 3 ايام وبعدين تفتحيها والف عافية. وهي خلصت، غليت مي بعد وخليتها خليت المي عليها بحيث صار ويا الليفل مع الفيجيتابل مالتي. راح اخلي شي ثقيل عليها واسدها بالكفر مالتها، وارجع بعد 3 ايام، ما راح افتحها منها 3 ايام ونشوف النتيجة شلون راح تطلع بعدين. طبعا هاي الطريقة لا راح تعفن وياكم ولا راح تخرب، طريقة اسويها من سنين، جربوها راح تحبوها، اتمنى راح تعجبكم الطريقة، واشوفكم بخير واشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله، ومع السلامة، يلا باي باي.